خلينا كمان نكمل اخبارنا ونقول لحضراتكم انه خلاص الجهاز الفني الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي واللعيبه اجروا اختبار الرابيد تيست زي ما قلنا لحضراتكم، وده استعدادا للقاء الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد ليها ان هي تكون ان شاء الله الساعه 7:30 يوم الاثنين اللي جاي. اللعيبه والجهاز الفني والطبي والاداري خضعوا لاختبار الرابيد تيست ده في اطار الاجراءات الطبيه ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات طبعا بطوله الدوري الممتاز. وزي ما حضراتكم عارفين فريق الاهلي هيلتقي مع فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجوله الثالثه من مسابقه الدوري الممتاز يوم الاثنين الساعه 7:30 على ملعب الاهلي بالسلام. مباراه مهمه وقويه، وباكد على ده مش بس عشان هي في بدايه الدوري وقد ايه المباريات اللي في بدايه الدوري بتكون مهمه وبتسهل المشوار بعد كده، وده يمكن شفناه الموسم اللي فات مع فايلر وانه كان في اداء كبير قوي يمكن كمان من الفتره اللي قبل كورونا، وكنا محققين ارقام كويسه، وده سهل علينا نحسم الدوري بعد كده قبل النهايه بسبع اسابيع. ولكن كمان زي ما بقول الاتحاد عامل فريق كويس قوي، فيه لعيبه كويسه جدا، موسيماني وكيفن جونسون دارسين الفريق كويس قوي، يتفرجوا على فيديوهات كتير طبعا فريق الاتحاد في الكاس، وكمان كان بيفرج اللعيبه على الفيديو بتاع مباراه النايجر زي ما بيعمل دايما، انه بيوريهم ايه الاخطاء اللي ممكن يكون الفريق وقع فيها، ايه اللي المفروض نشتغل عليه الفتره الجايه عشان يبقى احسن، وبيدرس طبعا المنافس بشكل كويس قوي عشان يقدر يحط خطة تليق بالمباراة دي. وزي ما قلت لحضراتكم من الأخبار اللي فرحتنا النهاردة أنه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد تعافي الثلاثي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من الإصابة اللي منعتهم من المشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة اللي فاتت دي، وقال أنه خلاص وليد سليمان جاهز طبعا للمشاركة، وكل الثلاث لعيبة مشاركين يعني جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من النهاردة، هما بالفعل شاركوا بعد ما تخلصوا من إصابتهم وانتهاء برنامجهم التأهيلي. الثلاثي شاركوا في التمرين الجماعي الفريق اللي أقيم النهاردة على ملعب التاتش بالجزيرة زي ما كريم أحمد قال لنا وطمنا عليهم. يمكن زي ما حضراتكم عارفين كان وليد سليمان ومروان محسن غابوا عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية بسبب ألام الركبة، وغاب حسين الشحات بعد إجراءه عملية في إصبع القدم.